بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك، انتصار عظيم لنادي عظيم وجمهور عظيم وبلد عظيمة. مصر النهاردة قدمت صورة عظيمة لكل الدنيا. 70-80 ألف، قلنا لكم مش هيبقوا 50 أبدا، 60-70، النهاردة تجاوزوا 70، بنتكلم على 70-80 ألف في استاد القاهرة. 3-0 النادي الأهلي على الهلال السوداني الشقيق. الساعة 4 إلا ربع كنت بكلم صديقي العزيز محمد الفيقي، وبالمناسبة محمد زملكاوي، فكنا بنتكلم وقال نتكلم على الماتش، فقال لي إنه تفوزوا 2-1، قلت له لا هنفوز 3. الساعة كام؟ هقول لحضراتكم بالظبط، يعني توقعنا هذه النتيجة النهاردة الساعة 4 إلا ربع. 4 إلا ربع. بيقول لي يا رب الأهلي يكسب 2-1. قلت له إن شاء الله هنكسب 3. دي اللي قدام حضراتكم. كان عندنا ثقة إن إحنا نفوز، كان عندنا ثقة بهذا الأداء وهذه الروح، والنادي الأهلي هو النادي الأهلي. يحصل كبوة النادي الأهلي، يحصل مشكلة، ولكن شوفوا كهربا عمل إيه. بالمناسبة كهربا النهاردة الجون اللي سجله أولاني ده 2 مليون دولار قيمة هذا الهدف اللي سجله كهربا. الكرة جياله، خد الكورة، استلم الكورة، استلام إيه؟ ترقيصة في الهواء إزاي؟ سجل كورة إزاي؟ جون أولاني كهربا قيمته 2 مليون دولار قيمة هدف كهربا النهاردة. ولا أجمل ولا أروع، كهربا النهاردة هو نجم المباراة. بالمناسبة كهربا وكل النادي الأهلي النهاردة نجوم المباراة. الأهلي النهاردة عمل ملحمة، ملحمة في كرة القدم. للأسف الهلال السوداني مش الفريق اللي كانوا بيتكلموا على إنه هيعمل، لا، الهلال السوداني ما جاش النهاردة. الهلال السوداني اليوم لم يأتي. حسين الشحات أخد المدافع بتاع الهلال السوداني، رقصه ترقيصة وديته الخرطوم. خدوا ترقيصة شمال يمين وديته خرطوم، حسين الشحات استلم كرة، مفيش أحلى من كده. الجون التاني خد بقى المدافع السوداني شمال يمين، والكرة بقى إيه؟ في أقصى الشمال، ما شاء الله عليه. والجون التالت، الجون التالت اللي عمله حسين الشحات اللي هو إيه؟ قتل المباراة، أنهى المباراة، هدف التالت لحسين الشحات. كل التحية لرجال النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. النهارده زي ما بقول لكم اللي انتصر النهارده هذا الجمهور العظيم، هو اللي انتصر النهارده الجمهور ده. الرهان على جمهور الاهلي والجمهور. اتمنى من اليوم يبدا الجمهور، يبقى اول قرار بناخده عوده الجماهير الى الملاعب. خلاص عندك النهارده اكبر جمهور يحضر ماتش منذ 2011 لاول مره من 12 سنه نجد هذا العدد من الجماهير في استاد القاهره. دخلوا بانتظام، خرجوا بانتظام، هتافات عظيمة جميلة، لون أحمر. هو في أكتر من كده؟ اللون الأحمر يطغى على مصر اليوم. هذه الليلة هي ليلة النادي الأهلي، هذه ليلة احتفالات، ولا أروع وأحلى أداء وأجمل أداء. الأهلي ماسك الكرة يا جماعة الماتش نسبة 70% و 76%. الهلال والله ما جه، والله انا بحلف بالله الهلال ما جاش، مع احترامنا ليهم وتقديرنا ليهم ومحبتنا ليهم، ولكن ما جوش. عاملين حاله قبل ما يجوا، طب ليه يا جماعه؟ العب كوره، ما لعبتش ولا ادى.